روز اليوسف كمان قالت ان الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده الاسارتي سعيد جدا بالمستوى الفني اللي ظهر عليه لاعب النادي الاهلي الجديد الانجولي جيرالدو واللي ظهر بيه في المباراه الوديه اللي اقيمت اول امبارح على ملعب التتش مع فريق جمهوريه شبين فاز فيها النادي الاهلي 3-0. وكمان الجهاز الفني جهز في المباراه دي محمد محمود ومحمود وحيد عشان يلعب بيهم في المباريات اللي جايه، وكمان شارك عمرو جمال وعمرو بركات وظهروا بمستوى كويس جدا. ده كان اهم الكلام اللي اتقال امبارح او من امبارح لحد النهارده عن النادي الاهلي.